هلا بقى بعد ما صرنا عايدين فقرات هذا الفصل شيء مليون مرة، اكتشفت انه في بعض الفيديوهات اضاءة عاية كثير، بعض الفيديوهات اضاءة واطية كثير، يعني حتى في فيديو كان يعني فاقع الاضاءة، يعني المعنى الحرفي لنوار. فلذلك ارتقينا انه نعيد الفيديوهات من عند سواء الجسم للاخير. نحن حكينا عن المقدمة، حكينا علاقتها مع الفيزيولوجيا، الفيزيولوجيا مع المورفولوجيا ومع العلوم الاخرى، حكينا عن مستويات التعضي، كمان خالوا نسج عضو الجهاز الكائني والبنود الخمسة من أجهزة الجسم ووظائفها. قبل سواء الجسم مثل ما حكينا في فقرة هي البيئة الخارجية والبيئة الداخلية، تمام؟ حكيت على الـ WHO وعلى الفرق بين الطب الوقائي والطب العلاجي. شو بدنا نحكي هلا قبل ما أفوت بفقرة سوائل الجسم؟ مثل ما حكينا نحن أنا في عندي بيئة خارجية للجسم وبيئة داخلية للجسم. البيئة الخارجية هي لمعة، جهاز هضمي، جهاز تنفسي، جهاز البولي، جهاز تناسلي، وبعض أجواف الجسم. بيجي بعض، شو هي أجواف الجسم؟ معلش لي بعد إذنك، ما هي معناها القصة الفظيعة، ولكن أجواف الجسم مثل جوف الفم، مثل جوف الأنف، تمام؟ يعني فعليا ضمن جهاز هضم، ضمن جهاز تنفس، بس هي اسمه جوف، جوف الفم. ممكن جوف الأذن الخارجية اللي هي أيضا من أعضاء الحس اللي هي أجهزة التماس. لا تفوت حالك بهذا التفصيل. اللمعة، اللمعة هي بيئة خارجية، لمعة جهاز الهضم وجهاز التنفس وكذا، مو لمعة جهاز الدوران مثلا. جهاز الدوران فيه دم، والدم هو بيئة داخلية مثل ما رح نشوف بعد شوي. ننتبه لمعة أي جهاز. والبيئة الداخلية هي السائل المحيط بالخلايا، تمام؟ مثل ما اتفقنا رح نعطي هاي الرسمة رح نمشي فيها أيضا بهذا الحكي. ومين يفصل بين البيئة الخارجية والبيئة الداخلية؟ الظهائر إبيثيليا تشكل التخوم الأخيرة لبيئة الجسم الداخلية. بيئة داخلية، بيئة داخلية، بيئة داخلية، توصل لعندها الظهائر تقطعها، فأنت أمام بيئة خارجية، تمام؟ مين حكى هذا الحكي؟ العالم كلود بيرنر الفرنسي. فإذا هي بيئة خارجية، وهذا السائل اللي بالأزرق هو عبارة عن سائل خلالي، سائل يحيط بالخلايا، سائل خارج الخلايا، وهو بيئة داخلية. وفرقنا بيناتهم، فرقنا قلنا مثل ما بدك تسمي هي خلية ظهر، كله خلايا ظهرية، هي خلية تبادل، هي خلية حماية، هذا التعريف كله ياته ما عليه طعمه ولا بطعمه خبز. خلصنا من هذا الحكي، فوت بقى بسوائل الجسم، تمام؟ الاستتباب هي الفقرة اللي حكيتها، هي مطلوبة. شروط الاستتباب هي فقرة محذوفة، اللي بقى بحكيه فهو محذوف. وإذا درس النقطة أنت مريح حالك، حاطط لك بس الشغلات المطلوبة منك. طيب نحكي بقى هلا على سوائل الجسم. قال سوائل الجسم، قال بالبداية الماء مرتبط بالحياة، مرتبطين ارتباط وثيق، الماء والحياة، مثل الفيزيولوجيا والمورفولوجيا بيرتبطوا ارتباط وثيق ويشكلون وحدة انفصام فيها، نفس الحكي، الماء والحياة مرتبطين ارتباط وثيق، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وبالتالي الحياة انبثقت من الماء. فلذلك الماء يشكل القسم الأكبر من وزن الجسم البشري أو من كتلة الجسم البشري، الماء دائما النسبة الأكبر. فهم بقى بيجي بيعطيك شوية نسب مهمة جدا، وسبحان الله السنة الماضية قلت لهم الطلاب إنه هي النسب ما أنا للإطلاع، هي نسب للحفظ. وجان سؤال البروتينات بدورة 2022. المرتبة الثانية عند البروتينات 15-18%، أرقام ما أنا للإطلاع أكيد، عم يسألوا عنها، يعني أرقام ما أنا للإطلاع. إذا الأرقام مطلوبة والترتيب مطلوب. فلذلك هي النسب للحفظ. الماء القسم الأكبر، تمام، 60%، و بيكون 50-55% عند النساء. بالرسمة كاتب شيء وبالفقرة شيء تاني، صرت أنت كبير وبتعرف أنه الحين خرج بيناتهم السالك بالامتحان. النسبة الأكبر المهم لمين؟ للماء. اللي بعدها بيجي البروتينات 15-18، هلا بحفظك ياهن. بعدين الدهون، الشحوم، الدسم اللي بدك يا سمي 12-15. بعدين الأملاح المعدنية، العناصر المعدنية، الشوار الكهربي بدك يا تاخذ النسبة الأقل 5-8. لاحظ الماء 60% هي معروفة، ما بدي حكي، تختلف بين الرجال والنساء، هلا رح نشوف. بروتينات 15-18، الدهون ناقص 3 15-12، أملاح المعدنية 15-18، حذف الواحد 5-8، 15-12، 15-12، تمام، 5-8 بعد ما حذفنا الواحد. ترتيب ماء، بروتينات، دهون، عناصر معدنية، هذا الترتيب كثير مهم كترتيب، والأرقام مطلوبة بالنهاية لأنهم أرقام مهمة، يعني سبحان الله الأرقام اللي هم ما تخبي حالها، بين انه هذه هي ارقام مهمه هي تنسال عنها، فانتبه لي عليها. هلا بقى طيب شلون بتختلف؟ على شو بتعتمد كميه المي بالجسم؟ ليش انا عندي مثلا المي ممكن تكون 70%؟ ليش عندك ممكن تكون 50؟ في اختلاف بين البشر، ليش؟ على شو بيعتمد هذا الاختلاف؟ الاختلاف بيعتمد على شغلتين. طبعا اكتبون هون، وين في شي مكان اكتبون. تعتمد على النسيج الدهني، كميه النسيج الدهني، وعلى العمر. العمر ما جد ذكره بشكل صريح، تمام، اقول لك بس تعتمد كمية الماء بالجسم على كمية النسيج الدهني فيه. كل ما زاد عندك نسيج دهني كل ما مي بشكل أقل، تمام. اللي عنده السمين مي فيه قليل، تمام، على عكس الرياضي اللي عنده عضلات ما عنده نسيج دهني بشكل كتير كبير، فالمي بتكون عنده كتير. التناسب بيناتهم عكسي، بين المي والنسيج الدهني بالجسم.
وبين العمر والنسيج الدهني في تناسب طردي، وبالتالي المي مع العمر ايضا تناسب عكسي. مع التقدم بالعمر يزيد النسيج الدهني، يميل الجسم لزياده نسيج دهني، وبالتالي بتقل المي. معناته التناسب بين المي والعمر عكسي، كل ما تتقدم بالعمر بيقل المي بجسمك. تناسب بين النسيج الدهني والمي عكسي، كل ما زاد النسيج الدهني بجسمك قل المي. هي ماء ذكرام تمام. هو بكتابك ذكر لك بصراحه نسيج دهني ولمح لك عن العمر، ولكن هي بمحاضره الدكتور صبحي البحري في، يعني هي فقره بكتابك صفحتين تقريبا سوائل الجسم، ولكن هي محاضره كامله بالسنه الثانيه طب بشري اسمها سوائل الجسم، فتعتمد على النسيج الدهني والعمر اثنيناتهم صحيح اكيد. يعني مشان ما تحفظ بس تشوف كلمه كتاب نسيج دهني فقط وبس تقول فقط نسيج دهني، لا نسيج دهني والعمر ايضا. طيب هون بقى رح نشوف مقارنه بسيطه ومهمه جدا 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 تسال عنها اجباري في، يعني هي شايف الفقره، خلينا نتفق عليها. وين الالم الاخضر؟ سوائل الجسم. خلينا نتفق انه في 100% سؤال او اثنين من هي الفقره، 100% مستحيل في سؤال او اثنين حشيك ورقه امتحان من هذا الحكي اللي عم بحكيه هلا انا. انتبه، المي ايمت بيكون مرتفع وايمت بيكون منخفض؟ قال بيكون مرتفع بالانسجه اللينه مثل العضلات مثل الاربطه مثل الاوتار، بتكون نسبه المي فيها 65% بهي الانسجه. تمام، الشخص اللي عنده عضلات كثير معناتها عنده نسيج دهني قليل، معناتها المي عنده كثير. منطقيا منطقيا يا جماعه، نسيج دهني نسبه المي فيه 20%، هو سؤال دوره مش لاحظ منخفضه، معناتها انت كل ما زاد عندك نسيج دهني كل ما قل المي بجسمك. لاحظت؟ لاحظت الارقام مهمه، وهذا سؤال دوره هذا تبع النسيج الدهني. بجوز يجيك انت الانسجه اللينه، شو الانسجه اللينه؟ عضلات، اربطه، اوتار، اللي هو اي ما بيكون ماء مرتفع. قال عند حادثي الولاده، الولد اول ما يولد نسبه المي بجسمه او خلينا نقول النسبه المئويه للمي بجسمه بتكون مرتفعه كثير، لانه ما عنده لسه دهن. شو لسه الزلمه شو عم ياكل؟ يا دوب عم ياكل شيء من بطن امه من الحبل السري، فبيكون المي عنده مرتفع مقارنه مع المتقدمين بالسن. قال يميل الجسم البشري على زيادة النسيج الدهني مع التقدم بالعمر. زاد النسيج الدهني مع التقدم بالعمر معناته قل المي. مثلا ما تقارن بين ولد صغير او طفل حديث الولادة رضيع مع واحد كبير يافع، حتى لو كان رجل وله عضلات وكذا، رح تضل النسبة المئوية للمي بالصغير اكبر من النسبة المئوية للكبير. ليش عم بحكي؟ انتبه، عم اقول نسبة مئوية. هلا بيجي لك واحد لانه محنكين السنة الماضية صار عندي خبرة عن الاسئلة، قال شلون انا او ابي او ستي او جدي عندهم مي اقل من الولد الصغير لك وزنهم كبير؟ انتبه، انا شو قلت لك؟ انا ما قلت لك المي بجسمي اكبر من المي، المي بجسم الولد اكبر من المي بجسمي، النسبه المئويه للمي بجسمه، يعني نسبه المي لوزنه اكبر من نسبه المي لوزني. انتبه، اما المي بجسمي اكيد اكثر منه، ما هو شو هلا قده؟ طفل الولد الصغير. انا عم احكي عن النسبه المئويه، تمام؟ مشان ما تقعد تفكر هيك، يعني دائما هيك بفوتوا الطلاب اول فصل بدهم يعوضوا تقصيرهم فصل اول، فبصير بده هيك يشغل مخه زياده عن اللزوم، هذا تشغيل زياده عن اللزوم، هلا وقته، خلص لي الكتاب بعد اذنك بعدين تعال فكر، مفكر للصبح نضل نفكر، تمام؟ اذا بس قارن بقى حديث الولادة مع واحد كبير العمر بغض النظر اذا كان صحي ورياضي وكذا، رح يضل حديث الولادة النسبة المئوية للمي بجسمهم اكبر. بعدين مقارنة بين الرجال والنساء، قال الرجال المي بجسمهم اكبر من النساء. ليش؟ لانه النساء عندهم نسيج دهني اكثر. يا عيني عليك، ليش؟ لانه بمنطقة الصدر والورك بيكون في عندهم نسيج دهني اكثر، نسيج دهني اكثر معناتها مي اقل. النساء عندهم بين ال 50 لل 55% مي بجسمهم، الرجال 60%. حلو هذا الحكي؟ هلا بقى كمان بيجي لك واحد بده يفكر، طيب بركي جاب لي نسبة مئوية قارن لي بين طفل أنثى رضيع نسبة مئوية بجسمه مع رجل عنده عضلات رياضي، شو بكتب الامتحان؟ هو بقى أنت بقى أنت عم هي اسمها الخطوة الأولى للفشل، قاعد عم تعمل مقارناتك من مخيلتك الخصبة، عم تطلع لي مقارنات ما لها طعمة وما رح تسألها عنها، تمام؟ مع ذلك إذا سألك بضل حديثي الولادة نسبة مئوية بجسمه اكبر من اليافع، حتى لو كان صحي ورجل وعنده عضلات نسبه مئويه للولد الصغير تكون اكبر، لانه ما نسيج دهنك لا يذكر عند الطفل الرضيع اول ما يولد. بس ما لا تنسى عنا سؤال بيجي واضح جدا جدا جدا، السؤال هون بيجي واضح جدا، انسجه لينه مع نسيج دهني، تمام؟ مين الكبير بالانسجه لينه؟ 65، نسيج دهني 20. بين الرجال والنساء، الرجال 60 اكثر من النساء 50 55. شو بيقولوا حديثي الولاده مع المتقدمين في العمر؟ بحديثي الولاده الهي مرتفع، المي مرتفع، تمام؟ على شو بتعتمد كميه الهي؟ على النسيج الدهني بالجسم. نسيج دهني قليل معناتها عندك مي كثير. انتبه لي هاي الفكره، فقره كثير مهمه. طبعا ممكن شو ممكن يلعب لك الامتحان؟ انه والله شو بيزيد لي ايضا الماء بالجسم؟ هرمون الادي اتش. هذا الحكي يعني بايخ كثير. هرمون الادي اتش اسمه هرمون المضاد للاباله او مانع الادرار البول، بتاخذه بالفصل 11 ونحن ناخذه بنهايه الفصل بصراحه.
اسمه مانع ادرار البول، يعني بيمنع انه يكون في بول كتير، بحافظ على المي بجسمك، بحافظ على المي بجسمك، ما تبغى يزيدوا مي، يعني ممكن يلعب لك بالامتحان يعني مشان هيك انه يطلعك من القوقعة تبعيتك. ممكن يقول لك الرياضيين المي عندهم مرتفعه، فبتقول انت صح الرياضيين عندهم مرتفعه، ليش؟ لانه الرياضيين عندهم انسجالين عضلات كتير مقارنه بالانسجه الدهنيه، بطل المي عندهم مرتفعه، هي رياضيين راء. كيف بدك تلعب السؤال بدك تفهم انت شو عم يصير. توقع انه مو كل شيء بصم رح يكون بالنسبه كبيره من الاسئله بصم، بس مو كل شيء، بدنا ننتبه لهي الفكره. طيب مكونات سوائل الجسم، شو بتكون سوائل الجسم بجسمي؟ قال بالبدايه بجسمك اجباري رح يكون في عندك باي سائل بجسمك سوائل متنوعه بجسمك، في عندك الدم، في عندك في كثير سوائل، هلا شوفهم، سائل خلالي، سائل جهاز هضمي، عبى عندك سوائل بجسمك، ولكن كلياتهم بيشتركوا بهالخمس بنود. اجباري اي سائل بجسمك مكون من الخمس شغلات. الشغله الاولى هي المذيب اللي هو رح يكون الماء، واللي هلا رح نوصل لفقره اسمها وظائف سوائل الجسم. اول وظيفه بيعمل الماء كمذيب، اجباري الماء بده يكون وسط. اثنين كهارب، شوارب، اي سائل جسمك فيه شوارب، تمام، سائل خلفي صوديوم وبوتاسيوم نسبه مرتفعه ونسبه منخفضه، فيه الكلور، فيه الكالسيوم، اي سائل جسمك الخلالي، سائل داخل الخلوي، الدم، كلياتهم اجباري فيهم شوارب. مثل ما فيهم شوارب فيهم مواد لا شارديه لا كهرليه، مثل شو؟ مثل جلوكوز، سكر. انت لحتى تسهل عليك حفظ هاي الفقرات تذكر الدم دائما. الدم فيه مي اجباري، فيه شوارب اجباري، بكره هتعرف عليه، الدم فصل 3، فيه جلوكوز، طبعا ما في شيء اسمه مرض اسمه سكري، سكر الدم، فاجباري فيه سكر الجلوكوز. فيه مواد غروانيه، شو هي المواد الغروانيه؟ هي البروتينات، اجباري فيه بروتينات، نحن نتعرف على البروتينات البلازما الثلاثه شو هي؟ هي خدها مني من هلا احفظها، هي ما رح اطول فيها، لا بتحفظها بعدين، بس معلش خدها مني. الالبومين انا متاكد سمعان عنه ولو بشكل بسيط بالبكالوريا، اللي هو صاحب اعلى تركيز بين بروتينات البلازما، والجلوبيولينات، بروتينات الجلوبيولين، والفبرينوجين، فبرينوجين هذا له علاقه بالتخثر، تمام، هذا صاحب اعلى تركيز بين بروتينات البلازما، ففيه اجباري مواد غروانيه او بروتينات. ورح يجيك مصطلح بالفصل 6 اسمه الضغط الغرواني، هو الضغط التناضحي الناتج عن البروتينات المواد الغروانيه، تمام؟ شوف ها عم اعطيك شغلات لقدام اضافيه هي، ها بس تفهمها يعني مطلوبه لقدام هلا مو مطلوبه. ودقائق معلقه، شوفي دقائق معلقه بالدم، مو قلت لك انا خذ مثال الدم دائما، شوفي دقائق معلقه بالدم، هيك شغلات هيك عم تسبح بالدم، يعني عليك الكريات، كريات الدم الحمراء الار بي سيز ريد بلاد سيلز، تمام؟ في اسهل من هيك؟ اي سائل بجسمك مكون هالخمس شغلات، ابسط من هيك ما في. هون بقى شو عم يقول لك؟ قال كيف انت بتحصل على كهرل وعلى الشوارد وعلى السوائل بجسمك؟ كيف بتحصل عليهم؟ قال عن طريق جهاز الهضم، ما شاء الله عليك. جهاز الهضم قال؟ اي جهاز الهضم؟ بس تجي بالسائل الخلالي اجباري، في عندي اوعيه دمويه، هذا السائل الخلالي اتفقنا اللي هو بيئه داخليه، سائل يحيط بالخلايا، في اجباري اوعيه دمويه تخترقه، تمام؟ فبيروح على البلازما من السوائل، السوائل جسمك اللي انت اخذتها من برا من جهاز الهضم، تجي على البلازما، من البلازما توزع على الجسم ككل وبتوزعه على السائل الخلالي، سائل خلالي. فانت بقى انت خليه قاعد بامان الله، في عندك سائل خلالي بينه وبين البلازما، عندك بلازما ثلاث بنود اساسيه، بلازما، سائل خلالي، سائل داخل خلوي، دائما هالثلاث حدود ورا بعضها، تمام؟ بلازما بتعطي السائل الخلالي الشوارد والمي اللي بدها اياها، فبتجي الخليه ناقصه مي، ناقصه شوارد، بتاخذ من السائل الخلالي، تطرح فيه الفضلات، فبيرجع السائل الخلالي بيعطي هالفضلات للدم، البلازما بيرجع البلازما بياخذها، تمام؟ شايف؟ هو دائره، اجباري في عندي هي الدائره، دم، سائل خلالي، سائل داخل خلوي، تمام؟ الدم بيعطي للسائل الخلالي، والخليه وقت بدها بتاخذ من السائل الخلالي، تطرح الفضلات، بيجي الفضلات من السائل الخلالي للدم، الدم بياخذها بصفيها حسب شو؟ في ابسط من هيك؟ ها هي المعادله رح تمر معنا كثير لقدام، وهم يعني هي فهميه هي مع التقدم لسه، بس خلص فيزيولوجيا هذا شيء اساسي هذا بالفيزيولوجيا. طيب بدي احكي لا شلون بس يزيد عندك انت بيكون في عندك فائض بالكهرباء بدك تخلص منه، شلون بتخلص من الكهرباء؟ قال بتخلص الكهرباء بطريقين، قال بالنسبه الكبرى من الكهرباء او من الشوارد، عفوا من السوائل، عم احكي سوائل الجسم انا، بالنسبه الكبرى من السوائل بتخلص منها عن طريق جهاز البولي، يا سلام عليك، انت شلون بتفرغ المي من جسمك؟ نسبه كبيره منهم بيروح عن طريق الجهاز البولي، وفي نسبه بتروح بطرائق اخرى، ما زلت كثير كتاب الكتاب، مثال التعرق من عندي، تمام؟ في ابسط من هيك؟ قال هاي الامور كثير بسيطه وكثير رائعه، حلو هذا الحكي؟ قال هذا الحكي كثير رائع، تمام؟ هيك نحن شو؟ هيك فهمنا سوائل جسمنا، النسب تبع جسمنا مكوناتها، عم نحكي على السوائل بشكل اساسي، المي، وفهمنا شو الوضع. طيب تعال نحكي على توزع السوائل بجسمي، جسمي شلون موزعين السوائل؟ فهمت انا جسمي 60% من المي، واذا كنت بنت انت 50 او 55.
وين رايحين هذول؟ وين موجودين؟ توزع سوائل الجسم فقرة كتير مهمة. قال إذا أنت جسم يزن 65 كيلوغرام ففيه تقريبا 40 لتر مي. قال هال 40 لتر 25 جوا الخلية و15 لتر برا الخلية. هاي أرقام أكيد ما نحفظ تمام. أنت بدك تحفظ إنه سوائل الجسم قديش قلنا المي 60%، تلتين جوا الخلية تلتين ال 60 40%، وتلت جوا الخلية هي تلتين جوا الخلية وخارج الخلية تلت يعني 20%. يا سلام عليك، حلو. هذا اسمه intracellular fluid، سائل داخل خلوي. intracellular fluid سائل داخل خلوي، عصارة خلوية. سائل خارج خلوي extracellular fluid ECF. قال سائل خارج خلوي في عليك ثلاث أنواع. شو السوائل اللي ممكن تكون موجودة برا الخلية؟ قالت عندك ثلاث أنواع ممكن تكون موجودة بثلاث أحياز، خلينا نكون هيك مش بيقولوا احترافيين. ممكن تكون موجودة بحيز الخلالي اللي هو الحيز المحيط بالخلايا اللي بتسبح فيه الخلايا، اتفقنا عليه هون صح ولا لا؟ هذا بشكل سائل الخلايا بشكل 14 ل 15%، مو 15 بالضبط، خلينا نكون نجيب هاي الكتاب مو هون 20، هو 20% من وزن الجسم. السوائل بجسمك 60% من وزن الجسم، موزعين 40 جوا الخلية 20 برا الخلية. هلا 20 14 ل 15 بالحيز الخلالي محيط بالخلايا، و5% بالحيز الوعائي يعني بالأوعية الدموية اللي هو الدم تمام، حيز وعائي يعني دم موجود بالأوعية الدموية. وبعدين عندك لا تتجاوز 1%، هي ها لا اقل من 1%، وين بتكون موجودة؟ بأحياز خاصة. احياز خاصة معناتها احياز عابرة، مصطلح ثاني برا كتابك بس موجود بمحاضرة الدكتور صبحي البحري، محاضرة سوائل الجسم. فشو اسمه هذا اسم احياز عابرة، اذا جاب لك عابرة بالامتحان مشان ما تضيع نفسها الاحياز الخاصة. شو عندنا احياز خاصة بجسمك؟ تعال انا وياك، انا اللي احدد لك وانت جديد بالنسبة لك هذا الحكي ما رح تعرف شو يعني، بس لما اجي احدد لك انت رح تقول لي انت صح. اسمعني، احياز خاصة بجسمك هن السائل مائع المائي، المائع الزجاجي اللي بالحجرة الأمامية والحجرة الخلفية للعين، صح ولا خلط مائي خلط زجاجي؟ طيب، سائل دماغي الشوكي CSF الموجود بالدماغ، النخاع الشوكي بالبطينات الدماغ بالقناة الفقرية للنخاع الشوكي، صح ولا لا؟ شوف عندك السوائل المصلية، سائل الرئتين بيحيط فيها غشاء الجنب ورويقتين جدارية وحشوية، بينات هالورايقتين في عندك سائل مصلي، تمام؟ حياز خاص، هذا حيز خاص بيمنع مشان هيك يحافظ على حركة مرنة للرئتين. بنفس الحكي القلب بيحيط فيه التامور وريقتين، بين هالوريقتين في سائل مصلي موجود بالحيز الخاص. بنفس الحكي الأحشاء كيف مثبت هيك مستوتة بجسمك؟ هيك الأحشاء هيك المعي الدقيق والمغليز هيك مستوتين؟ لا، في بريتوان بيحيط فيهم. هالبريتوان أو الصفاق رح درسه بالفصل 6 للتشريح، وريقتين بينات الوريقتين في سائل مصلي، سائل مصلي ينتمي للأحياز الخاصة. سوائل زليلية بالمفاصل اللي بتمنع الاحتكاك موجودة ضمن حيز خاص اللي هي المحفظة، هذا هي الأحياز الخاصة. نسبة بجسمك لا تتجاوز 1% من وزن الجسم، أنا هنا بحكي هي الأرقام من وزن الجسم، وزن الجسم البشري. حلو هذا الحكي؟ هون أنا شايف هذا رح خليه لسه بدي أحكي أكثر من هيك، لسه في هيك أكثر من هيك، بس رح خليه دائما لراجع عليه تمام حتى تفهم شو عم يصير. تعال نعمل مراجعة سريعة جدا لفقرية سوائل الجسم. انبثقت الحياة من الماء، في ارتباط بين الماء وبين الحياة. القسم الأكبر من وزن الجسم البشري للمي 60% للرجال، 50-55% للنساء. بعدين بروتينات 15-18%، بعدين الدهون 15-12%، بعدين عناصر معدنية 5-8%. تعتمد كمية الماء بالجسم البشري على كمية النسيج الدهني. شاف هذا على شو بتعتمد؟ على كمية النسيج الدهني مو نسيج ثاني، هيك مش شو سؤال حتخطيط على النسيج الدهني. فالنسيج الدهني فيه 20% مي مقارنة بالأنسجة اللينة عضلات أربطة أوتار 65%. فلما يكون عندك نسيج دهني كتير معناته أنت عندك مي قليل، لما يكون عندك نسيج دهني كتير لما تكون رياضي صاحب عضلات بتلعب جيم كذا فالمي عندك كتير لأنك أنت عندك أنسجة لينة كتير. مقارنة بين حديثي الولادة ومتقدمي في العمر، قال مع التقدم بالعمر يميل الجسم لأنه يزيد النسيج الدهني فيه.
زاد نسيج ديني فيه، معناتها المي قليله، معناتها حديثي الولاده عندهم مي كثيره. ليه؟ تمام. ليش؟ انه عندهم نسيج ديني قليل. مقارنه بين النساء والرجال، الرجال عندهم نسيج ديني اقل، بينما النساء عندهم نسيج ديني اكثر، منطقه الورك والصدر، وبالتالي عندهم المي رح تكون اقل من الرجال. لما افرز اي دي اتش رح يحافظ على المي بجسمك، يعني بيرفع المي، نحكي عليه هذا بعدين، تمام؟ بس يعني مشان اذا لعب لك الامتحان مو هيك انت تسطل ما تعرف شو عم يصير. سواء الجسم بشو مكونه؟ مكونه من مذيب اللي هو المي، مواد كهرليه كهر الشوارد، مواد لا كهرليه مثل الجلوكوز، خذ دائما مثال الدم، مواد غروانيه بروتينات مثل بروتينات البلازما الثلاثه بيتم افرازه بشكل اساسي من الكبد، البوبين جلوبيولين فيبرينوجين، ودقائق معلقه مثل الكريات الحمراء. شلون بتحصل على المي انت؟ بتحصل عن طريق جهاز الهضم، بتمتص الخلايا الزهريه، هي بيئه خارجيه هون، تمام؟ هي اللي مع جهاز الهضم اللي هي بيئه خارجيه، بتمتص الخلايا الزهريه، بتعطيني سائل خلايا، سائل خلايا البلازما، بلازما بياخذه للجسم ككل وبيرشح منه، يعني بيروح منه جزء السائل الخلالي، هو عم يروح، فصار السائل الخلالي معبى مي، خليه يبضى مي بتاخذ منه، فاذا جهاز هضم بلازما دمويه بعدين سائل خلالي، تمام؟ طيب شلون بتخلص من المي؟ بشكل اساسي عن طريق جهاز البول، ممكن بطرق اخرى مثل شو؟ مثل التعرق. كيف بتوسع سوائل جسمك؟ جسم بشري 65 كيلوغرام 40 ملل منه مي، ثلثين جوا الخليه وثلث برا الخليه، يعني 60% جسمك مي، معناتها 40% منه داخل الخليه، 20% منه برا الخليه، هل 20 14 ل 15 حيز خلالي محيط بالخلايا تسبح فيه الخلايا، 5% حيز وعائي اللي هو الدم، احياز عابره احياز خاصه لا تتجاوز 1%. شو هي الاحياز الخاصه؟ احياز عابره سائل دماغ شوكي، سوائل المصليه البريتوان الجنب التامور سائل التامور، سوائل المفاصل زليليه، والمائع المائي المائع الزجاجي الموجودين ضمن العين، هدول احياز خاصه او احياز عابره. رح امسح كل هذا الحكي، بس هذا الحكي بعد اذنك بدخل لي لسه ما خلصت حكي انا على سوائل الجسم، غالبا ادمجهم بفيديو واحد لمسح اللون.